السلام عليكم. قررت وزارة التربية تعديل سلم تنقيط مادة العلوم الطبيعية بعد أن أظهرت نتائج التصحيح الأول نتائج كارثية لمعظم المترشحين في شهادة التعليم المتوسط، فيما لم تسجل علامة ممتازة في المواد الأخرى، وكانت نتائج الفرنسية والإنجليزية بمثابة صدمة للمصححين تماما مثل العربية، حيث فضعت أوراق معظم المترشحين مستوى مقلق بداية من الخطوة الذي لم يكن مفهوم أو مقروء، ولا وضعية الإعراب والتي كانت الإجابة عنها كارثية. أما التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية فكانت نقاطها بين متوسطة وضعيفة مقابل علامة مقبولة في التربية الإسلامية. هذا وسيتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط في الأيام القليلة القادمة، فبالتوفيق لكل المترشحين.